سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم خبز محشي بالجبن والطون، بزاف بنين وهايل وخفيف وسهل التحضير. من ذاك لازم نبدلو شويه، ماشي غير بوراك بوراك. حبيت ندير لكم هذا الخبز باش تقدموه مع الشربه. نتمنى يعجبكم وتجربوه. بالنسبه للمشتركين جديد، ما تنساوش تفعيل الجرس باش يلحقكم جديد تاعي. راح نروح لطريقه تحضير هذا الخبز الخفيف والبنين. هنا في ريسيبيون عندي كاس تاع حليب دافي، زدت حطيت عليه مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز ومغرف تاع سكر، وزدت له 4 كاس تاع الزيت، وخلط كامل هذه المكونات مليح. بعد ما خلطتهم مليح، زدت عليه حبة تاع بيض كاملة، وهذيك الحبة تاع البيض زدت لها مغرفة كبيرة تاع الخل، يعني هنايا الخل الدور تاعو راح يكون محسن. وخلطت مليح هذه المكونات، ومن بعد بديت نضيف الفارينة. هنا الفارينة بعد ما غربلتها، كي حطيت الكمية الأولى تاع الفارينة زدت لها الملح، هنايا الملح على حسب الذوق، وبديت نخلط مليح. ومن بعد زدت الفارينة حتى تلايمت لي العجينة. بالنسبة للعجينة ديروها ما هي يابسة ما هي طرية. هنايا كي تلايمت العجينة زدت لها مغرفة تاع زبدة ودلكتها فيها، غطيتها وخليتها تخمر. هنايا راح نوجد لافارس اللي حشيت بها هذاك الخبز. هاد لافارس اقتصاديه وسهله وما تديش بزاف الوقت. هنايا استعملت الجبن، استعملت لا كريم ليكيد، قطعت شويه زيتون خضر، معدنوس والطون، وخلطت مليح، ولافارس تاعي راهي واجده. بالنسبه للعجينه، بعد ما ضاعف الحجم تاعها، هنايا ديغازيت لاباط تاعي وحطيت في البلون دو طرافاي، رشيتو كامل بالفارينه وحطيتها بهذا الشكل. ومن بعد جبت كوبات وبديت نقطع فيها. بالنسبه للكريات هنايا، انا ما درتش كريات كبار، درتهم صغار شويه، حبيت الخبزات تاعي ما يجونيش كبار، باسكو على بالكم في رمضان حبيتهم يجوا صغار باش ناكلوهم مع الشربه. هم ليك الكريات درت حوالي 50 غرام للكريره. ومن بعد بديت نخدم فيها. هنايا حليتها شويه بالحلال، وما تنساوش ترشوا البلون دو طرافاي تاعكم باش ما تلصق لكمش، باسكو العجينه راهي طريه. بعد ما حليتها مليح وحليت لها الاطراف كامل باش ما تجينيش خشينه، هنا جبت لافارس وحطيتها بهذه الطريقه. حطيت لافارس في الوسط، كسلتها شويه، زدت حطيت لها شويه جبن مبشور. هنا بالنسبه للفرماج غافي، تقدروا تستعملوا واش حبيتوا، شيدار، واش عندكم اي نوع تاع الجبن. ومن بعد غلقتها بهذه الطريقه. بالنسبه للاطراف باش ما يجونيش خشان، غلقتهم غير بهذا الشكل، غير بهذه الطريقه غير بالعقل. بعد ما غلقتها مليح باش ما تخرجيش هذيك لافارس، قلبت هذيك الخبزه وكسلتها بهذا الشكل. راح نزيد نوري لكم النوع الثاني اللي درتو. هي درت تخبيزات طوال، يعني درت تخبيزات مدورين، تخبيزات طوال. كسلتها العجينه تاعي بنفس الطريقه الاولى وحطيت لافارس. هنا كيما شفتوا العجينه يعني دورتها شويه باش حطيت لافارس. كيما راكم تشوفوا هنايا العجينه قلبتها من الجهه الاولانيه، زدت حطيت لها الجبن وغلقت الخبزه تاعي بهذه الطريقه. غلقتها مليح باش ما تخرجليش كامل لافارس منها. هذه الحشوه تاع الخبز اللي درتها بزاف بنينه وعجبتهم بزاف، وسهل التحضير، يعني ما فيهاش ما طيب ما والو. تقدروا ديروها كي تكونوا مزروبين. هم ليك الخبزات تاعي راهم واجدين، حطيتهم كامل في البلا. هنايا درت البابي كويسون، اللي ما عندهمش يرشوا كامل البلاطو تاعهم بالفارينه باش ما تلصق لهمش. دهنتهم بصفار تاع حبه بيض، زدت له شويه تاع حليب، وزينتهم الفوق بشويه تاع الزيتون وجلجلان والسانوج، وكنت شعلت الفرن تاعي ل 180 درجه ودخلت الخبيزات تاعي يطيبوا. هاوليك الخبز المحشي بالجبن بعد ما طاب، الريحه تاعو راهي تشهي، جا حمر وتنفخوا الخبزات وجو بزاف هايلين، وجا خفيف بزاف من الداخل. تقدروا تقدموه مع الشربه. نتمنى يعجبكم الخبز تاع اليوم وتجربوه. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو وشكرا. سلام.